ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده اخيرا عن الفانيتي اللي عملتها او السراحه اللي عملتها بتاعت الميك اب. اولا كده حاولوا تتغاضوا عن منظري واللفه العجيبه اللي انا عاملاها دي، لان انا طالعه هروق يعني معاكم، فقلت يعني مش لازم ابقى فول جلام وكده. المهم، كتير منكم عارف من شهرين بالظبط كنت عامله فيديو اسئله واجوبه، وكان في بنات طلبت مني ان انا اعمل زي جوله في الميك اب بتاعي او اوريكم الكوليكشن بتاع الميك اب بتاعي. وانا قلت لكم ان انا بعمل فانيتي، بفصل مكان للميك اب وكده، واستنوا لما يجي، عشان كمان انا عاملاها بسعر ارخص من اللي شفته واللي سالت عليه قبل كده. ومن ساعتها ناس كتير بتدخل تسالني في المسجات، ميار جبتيها ولا لسه، قولي لنا عملتيها فين وهكذا. المهم، زي ما انتم عارفين بقول لكم من شهرين، وانا لما جيت اتفقت مع الراجل عليها قال لي هتخلص كمان 10 ايام، يعني 10 ايام لاسبوعين، فطبعا كده في فرق شاسع. كده كده هحكي لكم التاخير ده كان ليه وايه اللي حصل يعني. بس عايزه اقول لكم الاول انا عملتها فين. انا عملتها عند نجار عادي جدا، مش حد على الفيسبوك ولا حد مكان ورشه كبيره ولا الكلام ده كله. النجار اللي انا عملتها عنده ده، النجار ده انا عارفاه من وانا في حضانه، هو اصلا اللي كان عامل اوضتي انا واخويا واحنا صغيرين. الاوضه دي لحد دلوقتي في بيت ماما وبابا عادي. وانا كمان لما جيت اتجوزت انا فصلت عنده دولاب المطبخ بتاعي والليفنج روم بتاعتي، هو اللي مفصلها لي، انا اللي مختاره الديزاينات وهو اللي عاملهم. فعشان كده ده حد انا واثقه فيه جدا، وواثقه في جوده الحاجات بتاعته، ومواعيده معايا مظبوطه وكل حاجه. واللي خلاني طبعا ان انا ارجع دلوقتي واعمل عنده تاني، ان انا زي ما بقول لكم الحاجه اهي، انا متجوزه بقى لها 4 سنين، والحاجه زي ما هي بالظبط، ما حصلهاش اي حاجه وفي منتهى الجمال. وزي ما بقول لكم اصلا اوضتنا واحنا صغيرين لحد دلوقتي لسه عايشه يعني. ايه طيب التاخير اللي حصل ده؟ انا مش عارفه، بس هو اللي قاله ان هو كان مخلصها من بدري. يعني انا طبعا كل ده بتابع معاه وعماله كل شويه اتصل بيه، هو ايه اللي حصل فيه، ايه البتاع ما خلصتش ليه. كان بيقول لي ان انا مخلصها، بس الراجل بتاع اللاكي اللي هو بقى بيدي اللون الابيض في الاخر اللي بيبيضها ويلمعها ده وكده، كان المفروض ان التاخير من عنده، وان هو بيماطل معاه جامد وكل شويه يقول له مش عارفه عندي ظروف، وبعدين يقول له انا مسافر البلد وهكذا، يعني كذا حاجه. وفي الاخر خالص ما كانش عارف ياخدها من عنده حتى، لان الراجل اللي بيبيض ده كان المفروض ان هو مسافر، وما عرفناش ناخدها من عنده. وفي الاخر خالص هو غير الراجل ده، اخدها من عنده وداها لواحد تاني، وفعلا خلصت في اسبوع. مش هكذب عليكم، انا ما اعرفش الموضوع ده صدق ولا لا، بس هو ده اللي حصل بالظبط، هو ده كان المفروض التاخير اللي هو قال لي عليه. لكن في الاخر بصراحه الحاجه خلصت حلوه ولا لا؟ لا بصراحه حلوه كويسه جدا، واتعملت زي ما انا عايزاها بالمقاسات اللي انا عايزاها، وطبعا جوده الخشب والحاجات دي كلها زي ما انا عارفاه ومتعوده عليه بالظبط. وطبعا زي ما بقول لكم ده نجار عادي جدا، فهو ما عندهوش بقى لا صفحه فيسبوك ولا بتاع. فانا عامه هو اسمه محمد النجرو، هسيب لكم اسمه ورقم تليفونه تحت في صندوق الوصف او في الكومنتات لو حد عايز يكلمه بالتليفون. كلفت كام بقى؟ بس قبل ما اقول لكم كلفت كام، عايزه اقول لكم هي اصلا بتتباع او انا شفتها بكام. طبعا في ايكيا بتتباع وحدات لوحدها، يعني كل جزء فيها بيتباع لوحده. وحده الادراج الواحده مش فاكره كانت ب 2000 تقريبا او ب 2500 الواحده، بس هتجيب اتنين هيبقوا 5000، غير الديسك اللي بيتحط فوق، غير سعر المرايه، كل حاجه بتتباع لوحدها. جيت بعد كده لقيت كذا صفحه على الفيسبوك بيبيعوا الحاجات دي او بيعملوها يعني. سالت تقريبا مش فاكره صفحتين ولا ثلاثه، تقريبا صفحتين بس، حرفيا الاثنين قالوا لي نفس السعر، يعني باختلاف 50 جنيه بين كل واحده. كان ايه السعر بقى؟ ان الديسك نفسه كله، يعني الديسك بالادراج الجزء اللي تحت يعني ده كله، هيعمل 4500، والمراية لوحدها هتعمل 1250 جنيه، فاحنا كده بنتكلم في 6000 جنيه. انا بقى عملتها بكام؟ بس من غير الاضاءة، اهم حاجة تعرفوها ان انا عملتها عند نجار عادي، فهو ما كانش ليه اي علاقة بالاضاءة خالص. عملتها عنده ب2500 بس، والاضاءة كلفت معايا يعني الديولات والسلك والحاجات دي كلفت 150 جنيه. وانا جبت اللمبات دي اللي هي بمراحل، اللي هي بتزيد وبتقل وكده، 3 مراحل، اللي هي فينوس. اللمبة الواحدة كانت ب45 جنيه. انا هوريكم دلوقتي كل ده، بس قلت اوريكم الاسعار الاول. فانا مثلا ممكن تكون الاضاءة نفسها كلفت معايا ايه، مثلا 600 جنيه، باين 700 جنيه حاجة كده. فانا الفانيتي كلها على بعضها كلفت حوالي مثلا 3000 جنيه، 3200 بالكتير، مش 6000 خالص. عايز اقول لكم ان هي نفس المقاس اللي انا شفته على الفيسبوك، يعني مثلا مش دي اصغر ولا حاجة فكلفت اقل، لا هو نفس المقاس بالظبط. وحاجة كمان، بس الايادي بتاعت الفانيتي دي، الايادي هو بيسيب لك الاختيار ان انت تروحي تشتريها عشان تنقي الشكل اللي انت عايزاه.
فهي برضو الايادي تعتبر بره الحساب اللي انا قلته ده، بس الايادي اصلا يعني انا جبت الايد الواحده مش عارفه كانت ب 8 جنيه باين او حاجه كده، في 8 ادراج ولا حاجه يعني. بس ده كل اللي كنت عايزه اقوله لكم على تفاصيل الفانيتي نفسها. دلوقتي بقى هوريكم شكلها معايا، وبعد كده بقى هثبت الكاميرا واروح انا بقى الم من هنا لهنا لهنا لهنا، وفي النص كده هبقول لكم انا بعمل ايه. اهو ده كده شكلها من بعيد شويه. اهي المرايه عباره عن 12 لمبه، 4 هنا و4 هنا و4 فوق، ودي شكلها من تحت. المرايه بتتعلق، يعني هو عملها لي عشان هي تتعلق. طبعا انت حره عايزه تخليه يثبتها لك او تبقى في حاجه بتسندها تحت على الديسك نفسه قشطه يعني، بس هو قال لي ان تتعلق. وهنا ده الديسك، وانا عملتهم 4 ادراج في كل ناحيه، وعملت اول 2 صغيرين والاثنين التانيين كبار. بس بيني وبينكم يعني بعد ما خلصت وكده انا قلت يعني لو كنت عملتهم كلهم صغيرين كده اعتقد كان هيبقى احسن لي، كان هيعمل مساحه ادراج اكتر وكانت هتشيل حاجات اكتر تقريبا يعني. بس هي كده برضو حلوه. والايادي دي زي ما قلت لكم انا اللي نقيتها او انا اللي رحت جبتها، دي نفس الايادي اللي انا جايباها برضو للمطبخ عندي، بس بتوع المطبخ كبار شويه او طوال اكتر يعني من كده. كنت عايزه اصلا اجيب الايادي اللي هي بتبقى كريستال كده وشفافه، بتبقى واحده بس كده في النص، بس ما لقيتهاش. اول ما دورتش قوي بصراحه عشان ما اكذبش. وادي كده شكلها من بره. عايزه اوريكم بقى اللمبات دي، دي لمبات فينوس اللي بقول لكم عليها. بصوا انا هنا عاملاها بالزرار ده، انا مش فاكره تقريبا دي اعلى حاجه، بس انا اقول لكم. وبعدين تطفيها، دي كده اخف، تطفيها تاني تولعيها، دي اقل حاجه. شايفين المراحل؟ هي 3 مراحل، حاجه بسيطه ووسط وعاليه، فهي حلوه قوي مريحاني في كده. انت برضو ممكن تجيبي اللمبه العاديه اللي هي المرحله واحده يعني بتتولع وتطفى عادي. ولو حسيتي وانت بتعملي ميك اب مثلا ان الاضاءه عاليه قوي ممكن تبقي تفكي كام لمبه منهم وتشتغلي عادي، بس انا جبت بتاعه المراحل دي بصراحه حسيتها احسن يعني. احب اوريكم بقى منظر الميك اب بتاعي العظيم. انا اسفه لبشاعه المنظر. انا مشكلتي ان انا لما ببقى عارفه ان انا في خلاص مكان جديد هعمله او مكان تاني هرتب فيه الحاجه، فبرمي ده كده زي ما هو، ولا بروق ولا بعمل. كسل بعيد عنكم يعني. زي ما انتم شايفين كده المنظر مفيش اي حاجه في مكانها نهائي خالص. عايزه اوريكم الحاجات اللي انا حاطاها على جنب دي. بصوا دول استندات برضو بتوع الكاميرا بتوع كده، بس دي كانت تعبانه نفسيا وانا حاولت اصلحها وفشلت، ودي قصيره قوي فجبت واحده بدلها. والعلب دي اللي انا جايباها من ايكيا زيهم زي دي، دول كنت جايباهم من ايكيا. بس يا جماعه اللي بيسالوني دايما جبتيهم منين من اسكندريه، ايكيا مش في اسكندريه، انا جايباهم من القاهره. ودي العلبه او الكفر بتاع الرينج لايت اللي انا شغاله بيه، دي شنطة الكاميرا. بصوا بقى الحاجات دي، الحاجات دي زي ما انتم شايفين من رنين، رنين لو عارفينه يعني محل كبير كده بتاع حاجات منزليه وبتاع. ده اللي رحت عنده وجبت بقى بلاستيكات كتير عشان ابقى انظم الادراج هنا وحاجات كده يعني. والفازه دي لو فاكرين، مش فازه اسمها ايه، البتاع بتاعت زرع البلاستيك دي كنت جايباها من جوميا لو فاكرين. هنا حاطه جنبها البيبي لايتس برضو لو فاكرين، كنت جايب طلبها من جوميا كانت لسه ما جاتليش. هي بصوا اللايت صغننه جدا برضو، لما ابقى اركبها هبقى اوريها لكم، شكلها تحفه. دي مترين يعني بس هي شكلها صغنن كده بس. فانا بقى دلوقتي هحاول اثبت لكم الكاميرا واطلع بقى الحاجات اللي في الكيسه دي عشان ابدا انظمها في الادراج. العلبه بتاعت ايكيا دي الصغيره طلعت على قد الادراج بالظبط تمام، بس اللي فوق دي كبيره جدا وما تنفعش خالص بصراحه، فهحاول اشوف لها اي حل تاني. بس كده فتعالوا بقى نشيل الكارثه دي نحطها في الحلاوه دي. بصوا لو شفت فيديوهات زي دي مثلا بتاعت الاجانب هتلاقوهم بينظموا دايما الادراج في حاجات شفافه كده الاكريليك دي، وبتبقى حلوه قوي. وعندهم اصلا بتتباع الواحده ب 1 دولار اساسا، وفي منها مقاسات كتير. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، او انا يعني قلبت الدنيا ما لقيتهمش. فانا جبت العلب العاديه دي اللي هي زي بتاعت الجبنه، او هي بتاعت الجبنه يعني الحفاظات دي. جبت طقمين، كل طقم فيه 3 عشان يعني بصراحه انا هشيل الغطا وهستخدم العلبه دي كده زي ما هي. We'll be right back.
اخيرا يا جماعه خلصت اخيرا. طبعا كل ده فاضي مفيش خير، ودي اهي كلها فاضيه. انا خدت الجزء اللي فوق ده هتشوفه دلوقتي، ودي كنت حاطه فيها فرش التون هتشوفها دلوقتي برضو. وكده اكون خلصت هنا، وادي شكلها النهائي. طبعا الشكل اللي قدامكم ده ممكن يكون مكركب شويه، انا لسه هظبطه، بس انا لسه مش عارفه احط مين فين. هقول لكم بقى الكوبايات البينك دي، الاثنين دول من رنين برضو، المكان اللي جبت منه المنظمات اللي شفتها جوه الادراج. وطبعا دي اللي كانت على المنظم الاكريليك اللي كان على الترابيزه، انا اخدت الجزء اللي فوق بس بتاع الروجات وحطيتهم كده، مش عارفه برضو قولوا لي شكلهم كويس كده ولا ايه. وشايفين الكتكوته دي بتاع اللي يعني شبه المكرون بتاع كده، دي جايباها من فاطمه فطوم، طبعا انتوا عرفتوها يعني. بس لما افتحها يعني بعيدا عن منظر البيوتي بلندرز والسبونجز ان هي كلها عايزه تتغسل، بس انا قلت عشان اوريكم دي. انا حاطه فيها كل السبونجز بتاعتي، شايفين كبيره قد ايه ولسه فيها فاضي. دي انا قلت هحط فيها السبونجز كده وهي ناشفه، واللي انا بستخدمها طبعا هتبقى مبلوله، هتبقى بره هنا اهو في البيضه بتاعتها دي كده المنظر ده كده لحد ما تنشف، وبعد كده ابقى اشيلها هنا. طبعا كل دول عايزين يتغسلوا، انا عارفه مستوعبه، هغسلهم ما تقلقوش. بس كده. ودي الزرعه اللي قلتلكم ان انا كنت جايباها من جوميا، وكمان ودول كانوا من ايكيا القاهره طبعا. والمناديل بتاعت زينه انا بحب جدا الشكل ده، كل ما تخلص اشتري واحده غيرها. بس غير كده بقى انا مش هوريكم النهارده دلوقتي كله يعني كده، انا بس هوريكم شكل سريعا، وهيبقى في الفيديو التاني هندخل بقى جوه الميك اب ونتكلم عن كل حاجه وكده. المهم دلوقتي ان انتوا عارفين ده انا كنت جايباه هنا للاخر، رحت مرجعاه على ورا كده لاخر الدرج عشان احط عدساتي هنا، عشان انا عايزاها تبقى في اول درج. وادي تاني درج، دي كلها الاي شادوز، وادي رابع درج. زي ما بقول لكم انا مش بتكلم بالتفصيل عشان الفيديو التاني، وهنا برضو رجعت ده ورا كده شويه عشان احط بتوع الودان القطن اللي بستخدمهم في الميك اب، والريمودات دي بتاعت الرينج لايت، وده النور الصغنن اللي انا هبقى احطه فوق هنا برضو هتشوفوه بعدين. وادي هنا كده بقيت ماسكارات والرموش اي. هو بقى ده اكتر واحد مضايقني، لان دي الفاونديشنز وطبعا بيتحركوا كل شويه، فانا عايزه اجيب حاجه تنظم اكتر من كده شويه يعني. هبقى اجيب من العلب اللي دي تاني تقريبا وبحطهم احسن، بس ده مؤقت يعني. وادي اخر درج وبس كده يا بنات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو لاقيين حاجه محتاجه تتنظم اكتر او انتم شايفين ان هي مناسبه اكتر للادراج قولوا لي، وهكذا يعني. بس واشوفكم الفيديو الجاي، باي.